وللحديث عن قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل والذي صدر اليوم من البرلمان في العراق والغاية منه في هذا التوقيت، ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل. مرحبا بك معنا. حياكم الله، أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. القوى التي أصدرت قانون تجريم التطبيع اليوم في البرلمان، يتساءل المتابعون والمراقبون كيف يفهم هذا الحرص على تجريم التطبيع من قوى جاءت مع الاحتلال واشتركت في غزو العراق لتتحدث اليوم عن قضايا وطنية وقومية وعروبية مثل قضية فلسطين؟ كما تفضلتم في تقريركم، هناك العديد من الشواهد التي تثبت كذب ونفاق الجهات التي اقترحت هذا المشروع والتي صوتت عليه. أولا، هذا المشروع، هذا القانون لا لزوم له وهو فارغ من المحتوى في ذات الوقت. لا لزوم له لسببين أساسيين. أولا، أن المادة 201 من قانون العقوبات العراقي الصادر عام 1969 تعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو أدبيا أو بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها. وبالتالي فإن هذا القانون موجود أصلا في العراق. هذا من جانب. الجانب الآخر، كما تفضلتم، العراق هو الدولة العربية ربما الوحيدة التي ما تزال في حالة حرب مع إسرائيل. الجانب الآخر هو فارغ من المحتوى، لأنه حذفت منه الفقرات التي تعنى بتجريم تطبيع المسؤولين. التطبيع كما يعرف الجميع لا تقوم به الشعوب أو الشعب العربي، مواطنون العرب في أي مكان ليسوا معنيين بالتطبيع، وإنما هذا قرار رسمي. وبالتالي عندما تحذف الفقرات التي تتحدث عن تطبيع رسمي أو تجريم التطبيع الرسمي أو المسؤولي تجريم المسؤولين الرسميين الذين يطبعون، فهذا يعني أنه فارغ من المحتوى. أيضا، هذه الميليشيات أو الأحزاب التي صوتت له أو التي اقترحته هي جميعا تابعة لإيران، والجميع يعرف التخادم الإيراني الصهيوني. منذ الحرب العراقية الإيرانية كان هناك جسر جوي صهيوني يمد الجانب الإيراني بالسلاح، وبقي خبراء القوة الجوية الإسرائيلية حتى العام 1987 لإنقاذ السلاح الجوي الإيراني، وحينها في العام 87 أيقنوا أن لا مجال لذلك وخرجوا. وبالتالي فهذه العلاقات قديمة، وهو مشروع دعائي بروباغندي منافق ويخدم إيران بالدرجة الأولى ولا يخدم مصالح الشارع. لا سيما سيد مصطفى، يعني أن العراق لم يعرف التطبيع من قبل حتى يقر قانونا بتجريمه، كما تفضلتم في القوانين السابقة هناك عقوبات تصل إلى حد الإعدام لمن يقوم بذلك. العراقي تربى منذ العام 1948 حينما قام هذا الكيان الغاصب، تربى على كره العدو الصهيوني، وهو اشترك في كل معارك العرب ضد العدو الصهيوني، وهو البلد العربي الوحيد الذي اشترك في كل معارك العرب ضد العدو الصهيوني. نعم، الملاحظ أن القانون استثنى في نصه الجديد تجريم الزيارات الدينية، وهذا يفتح بابا لكثير من الأسئلة في الحقيقة. حتى هذه القضية كما تعرف ليست يعني مقرة يعني حتى من العلماء المسلمين فيما يتعلق بهذا الموضوع. كيف يمكن قراءة هذا الاستثناء؟ يعني حتى على المستوى الشعبي ليس معروفا أن العراقيين حتى قبل احتلال القدس لم يكن معروفا عن العراقيين أنهم كانوا ينظمون رحلات دينية على نطاق واسع لزيارة القدس. نعم، ربما كانت تحدث هناك زيارات للمسجد الأقصى ولقبة الصخرة وللمعالم الدينية الأخرى الموجودة في فلسطين المحتلة، سواء للدين المسيحي أو للدين الإسلامي، ولكن ليس في عرف العراقيين مثل هذا الأمر. هناك ربما شعوب إسلامية لديها مثل هذا التوجه، لا يعني توجه زيارة هذه المواقع المقدسة. في العراق لا يوجد مثل هذا. عملية استثناء هذه الزيارات الدينية المقصود بها إيجاد ثغرات للذين سيقومون بهذه
الزيارات بحجة أنهم قاموا بزيارة إلى مواقع دينية، حتى وإن جرى الباس الموضوع بموافقة من وزارة الداخلية. هذه أيضا قضية يمكن التحايل عليها، ونحن نعرف كيف يتم التحايل على القانون في العراق. هناك فقرة مهمة أيضا بودي أن أشير إليها في هذا القانون، وهي أنه تجرم بالسجن المؤبد أو الحبس المؤقت. يعني نحن نعرف كيف يتصرف القضاء العراقي ابتزازا وخضوعا للمساومات السياسية وفي الرشاوى وغير ذلك، ولذلك القانون ابتداء منح القضاء فرصة أن يحكم بأحكام مخففة جدا على من يقوم بالتطبيع، في حين أن كما قلت المادة 201 من قانون العقوبات العراقي الصادر عام 1969 تعاقب بالإعدام على من يقوم بالتطبيع مع العدو الصهيوني. نعم، هل العراق بحاجة الآن لمشاريع قوانين تجريم التطبيع وهو موجود بالفعل كما أشرتم من قبل، أم يحتاج إلى قوانين ومشاريع تخدم الشعب العراقي؟ نحن قلنا أن هذا القانون هو قانون منافق وقانون دعائي يهدف إلى إيجاد نوع من البروباغندا، وهو نوع من الهروب أيضا من المستحقات التي يجب أن يعني يقوم بها أعضاء مجلس البرلمان النواب عندما يهربون من معالجة القضايا الأساسية التي يحتاجها المواطن العراقي ويذهبون إلى هذا القانون الذي كما قلت هو لا لزوم له وهو فارغ من المحتوى حتى بالنص الذي أصدروه. يعني هذه مهزلة حقيقية. وهناك مسألة وهي أن هذا القانون يجرم حتى الدول التي لديها علاقات مع العدو الصهيوني، طبعا مع الكيان الصهيوني. طبعا هذا الأمر مضحك حقيقة. الآن من دول العالم هناك حوالي 157 دولة من مجموع 192 دولة في العالم لديها علاقات مع العدو الصهيوني، والعالم والعراق يستورد كل شيء من خيط الأبرة وحتى السلاح ومستلزمات الغذاء والدواء من هذه الدول التي لديها علاقات مع العدو الصهيوني. دولة واحدة فقط لا تحمل هذه أو لا يعني ليس لديها هذه العلاقات العلنية، وإن كانت لديها علاقات سرية كثيرة وقديمة كما قلنا، هي دولة إيران. ولذلك هذا كما قلت هذا القانون يمنح أو ينفع إيران ولا يخدم مصالح الشعب العراقي. أيضا هؤلاء العملاء الذين يتحكمون بالعراق أسسوا الكثير من الشركات في دول عربية وأجنبية وإسلامية أيضا لديها علاقات مع الكيان الصهيوني، وهذه الشركات هي من تحوز على المناقصات والعقود الفاسدة التي يستولون بموجبها على مليارات الدولارات من أموال الشعب العراقي. كيف سيتصرفون في هذه القضية وهم مسجلون شركاتهم في هذه الدول التي تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني؟ نعم، أشكرك جزيلا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا لك.